كداري نفس زياني تما تكون صحه جيده خارج المغرب وداخل المغرب في كل شو بنات اليوم فيديو جديد ونهار جديد كل ما نبدا هاد الفيديو تما ديروا لايك الفيديو بارطاجيوه لشباب العائله حضرات يلا معايا غادي نديكم جنبينا اول مره غادي نصور لكم فيها ونتمنى البنات ديروا لي البارطاج واللايك باش نبقى نوريكم الجديد وها انتم معنا وراه غادي معايا حتى ايوب غادي ان شاء الله غادي نوريكم شي حاجه انا وياه ما يكونوش على البال ويلا نكملوا هنايا بغينا نوريكم شي بليصات هنا في جدة يلا نكتشفوهم كاع جميع ونوريكم شي مناظر هنا واعرة البنات يلا معنا دروك البنات هنايا راني غادية من هنا هذا هو الواد البنات هذا الواد المناسب غادي نبداو هنايا نوريكم بزاف د البلايص ويلا معنا جميع نخرجو نضربو دويرة راه شوية شميشة وهادشي اللي كاين ونوريكم شي بلايص هنايا في جدة ان شاء الله يلا تبعو معايا الفيديو حتى التالي ان شاء الله وصلنا لهنايا لهاد القنطرة ديال حي السلام دروك غادي نمشيو نيشان وغادي نوريكم هنا البلايص اللي بغا يجي لجدة كاين بلايص زوينين كاين بلايص هنايا واعرين البنات غادي يعجبوكم ويلا معانا نكملو الفيديو ديالنا جميع ولكن البنات ديروا لايك للفيديو خليو لي في الكومنتير باش نبقا نجيبكم الجديد ايوا هادشي اللي كاين وشكرا كامل البنات والولاد اللي فتحوا القناة ديالي جداد والقدام كما كنت اعزاز الغاليين ويلا نكملوا الفيديو جميع حتى التالي ان شاء الله وينا برك البنات هنايا جدا بزاف ديال الجوامع كاينين غادي نبقى نوريكم هيا جامع هنايا المهم تبارك الله ما شاء الله عرفتي شحال ديال الجوامع حتى الجريده كاينه غزاله درك حنا غادي نمشي هذيك البلاصه فين كيديروا داك المسرح وهذاك الشيء غادي نوريها لكم وجيت هذيك القاعه ديال الالعاب ديال الكره وديال المهم غادي نوريكم بزاف البلايص الله معانا كملوا الفيديو جميع حتى التالي تكتشفوا بزاف ديال البلايص هنا في جده ولكن ما نكملوهاش غير في النهار خصنا بزاف ديال المرات بزاف الفيديوهات غادي كل مره غادي نبقى نوريكم جهه حتى نكملوها ان شاء الله هذا كاين هذا الملعب كنسميوه ملعب ديدي راني شديت لكم هاد الجهه من جهه الواد ودروك عاوتاني غادي نمشيو بلايص اخرين نوريكم ان شاء الله كنت باغي نوريكم هذيك القاعه ديال المغطاط اللي كيديروا فيها الافلام ولكن ما وصلتلهاش سمحوا لي مره اخرى غادي نشاركها معكم ودروك غادي نوريكم شي بلايصات في المدينه يلا معايا نكملوا الفيديو ديالنا حتى التالي ان شاء الله البنات وصلنا للدار هذا النهار هذا جينا لوجده وصلنا للدار هذا الشيء اللي كاين البنات بعد ما وصلنا للدار ارتاحوا ان شاء الله وهذا الشيء اللي كاين البنات هذا هو الفيديو ديالنا كان على هذه الطريقه وشكرا لكم كاملين البنات والولاد فيما كنتوا خارج المغرب وداخل المغرب ودخل القناه ديالي جديد والقديم وشكرا لكم الى فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم وباي باي عليكم بنات والولاد